من ضمن الاسئله، انا معروض عليا وظيفه تيلي سيلز في بنك القاهره اوت سورس تبع شركه اي بي اس. رحت عملت الانترفيو، اتقابلت بكره اخر انترفيو. عاوز اعرف الوظيفه تستاهل وكويسه ولا تبقى تعب اعصاب ولا لا. الناس كانوا لطاف والدنيا كانت معايا كويسه الحقيقه. يعني طبعا التيلي سيلز لو انت ليك خبره كويسه هتنزل تلف على المصالح الحكوميه والشركات وهكذا، هتكون بهذه الطريقه يعني الدنيا بتمشي بهذا الشكل. انا صحت، هي تجربه كويسه حلوه، خبره ممكن تحطها في السي في لما تيجي تقدم على بنوك او شركات خاصه بالائتمان او الشركات بشكل عام. بتدي لك اكسبوجر كويس، هتتعلم منها حاجات كتيره، تنزل ازاي تقابل العملاء، ازاي تتكلم، ازاي تعبر عن نفسك، عن اسلوبك. كل الحاجات دي من ضمن الحاجات اللي انت تقدر انك تعبر عنها وهتفيدك بشكل كبير جدا جدا. لكن طبعا بهدله وبتنزل وبتروح وبتيجي والعملاء والاقناع وتارجت ولا ما جبتش التارجت، ولكن تجربه خدها بكل ما فيها واسم كويس في السي في. ولكن اوعى تعيش على امل لا هيعينوني بعد كده في البنك والكلام ده، بيحصل للناس اللي تبقى اتشيفر، للناس اللي معرفش ايه. ولكن لو انت عادي لا، شوف لك اي اماكن تاني قدم فيها وربنا يوفقك ويكتب لك كل خير باذن الله.